Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. متابعي راديو ام زولف اللون، مساء الخير عليكم في 5 على 5، البرنامج السياسي اللي يجيكم كل اسبوع للحديث على اهم ما يحدث في الساحه السياسيه. معي في هذا البلاتو الجديد تاع حصه 5 على 5 اليوم، يعني هذا ثاني عدد نديروه في الاستوديو، مصطفى بسطامي الصحفي والكاتب. اهلا بك. اهلا بك، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك مصطفى بسطامي. ومعي مراد بياتور، قيادي في حزب سيدي. اهلا مراد. مساء الخير لندى، مساء الخير لكل متتبعي راديو ام، شكرا على الاستضافه. العفو، مرحبا بك. نبداو بالصحفي مصطفى بسطامي. الجمعه الماضيه 108، كيفاش تبعتها انت كصحفي؟ لانه لاحظنا العديد يعني من المراقبين كان هناك جدل حول ما اذا صحيح انه التجنيد نقص في الحراك، هناك يعني عدد اقل من حراك قبل كوفيد 19، هل ذلك صحيح ام لا؟ أم هنا في الجزائر العاصمه على الاقل بكونك صحفي كنت تغطي قبل كوفيد 19، المرض مازال قائم على كل حال، ولكن حبيت نقول بعد تعليق مسيرة الحراك وعودتها. طبعا بالنسبة للعاصمة، لأنه أنا غطي في جزائر العاصمة، في الجمعة 108 من الحراك الشعبي شفنا بعكس ما قيل أن هناك تجنيد أقل، بالعكس من ذلك هناك تجنيد أكبر من ذلك المسجل في نفس الفترة من السنة الماضية، أي قبل أزمة الكوفيد 19. شفنا أن المواطنين بالعكس من ذلك كانوا يجوا من كل بلديات، كان اللي من حتى البلديات البعيدة، يعني في الجزائر العاصمة ولكن بلديات بعيدة كما شرق أو غرب العاصمة أو جنوب العاصمة، في 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 وقت اللي ما كاش فيه وسائل النقل المختلفة، يعني عمومية أو خاصة، ومع ذلك كانوا يتنقلون بكثرة إلى الجزائر العاصمة. هذا الأمر نقدر نلاحظه أيضا من خلال أكثر شيء المسيرات القادمة من باب الواد، من باب الواد والقصبة، يعني رئيس حميد والحمامات كاع يلتقيوا في ساحة شهداء ثم يجيوا إلى البريد المركزي. شفنا جموع كبيرة جدا، حتى أنه شارع أسلح حسين اللي معروف أنه تكون فيه مسيرة كبيرة لأنه شارع كبير وواسع ويرفد أكبر عدد من المتظاهرين، شفنا جموع كبيرة من المتظاهرين القادمة من الحراش حسين داي بالوزداد وساحة أول ماي، أيضا كانت جموع كثيرة وحتى الساعة الخامسة. بالعكس من ذلك شفنا بأنه هناك، ثم هناك أمر آخر، لأنه الصور ما تكذبش والفيديوهات ما تكذبش، وحنا يا الصحفيين أو حتى المدونين أو حتى أي مواطنين كثيرين ولو درك يحملوا هذه الهواتف تاعهم ويصوروا ويحطوا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شفنا بلي صور كبيرة لجموع من المتظاهرين اللي تنقلت إلى الجزائر الوسطى اللي فيها ساحات تظاهر عادة كما ساحة البريد المركزي دوش مراد وساحة موريس أودان. حتى أنه نقدر نقول لك وربما لا أدري، ما نقدروش نهضروا الإحصائيات هكاك برك، يعني ما عندناش حاجة اللي تقدر تعطينا إحصائيات دقيقة، ولكن إن لم تكن أكبر من نفس الفترة من السنة الماضية، يعني فيفري جونفي حتى شهر مارس، يعني قبل أزمة صحية، فهي على الأقل مثل السنة الماضية. وهذا أمر يعني حتى لو كانت مثل السنة الماضية، هذا أمر يعني يعطينا انطباع بأنه الجزائريين، وحتى رغم ربما بين قوسين فرض سياسة الأمر الواقع من طرف السلطة بالانتخابات وبمضيها في المسار السياسي اللي كان منذ انتخابات 2019، إلا أنه الجزائريين مصممين على التغيير، مصممين على أنه يكون هناك تغيير جذري ليقنعهم باش يعودوا يدخلوا لديورهم وما يكملوش المظاهرات تاعهم، وهذا ما لم يحدث. مراد بيتور، في نفس السياق، كما قيل أنه الأعداد نقصت في الشوارع، وقيل كذلك أنه المرأة والعائلة أصبحت ما نقولش غائبة ولكن نقصت كذلك في شارع الحراك، هل هذا الشيء أنت لاحظته حقيقة في الشوارع الجزائرية أم لا؟ بالعلم أنك أنت تمشي هنا في الجزائر العاصمة وفي ولايات أخرى كذلك. ربما أولا عودة المسيرات هو دليل أن الشعب غير راضي على خريطة طريق السلطة وغير راضي عن المسار الذي تتبعه السلطة، والعودة إلى المسيرات
دليل على أن الشعب متمسك بالتغيير الجذري للنظام السياسي. في فيفري 2019 عندما خرج الشعب للمطالبة بتغيير النظام السياسي، رفع سقف المطالب إلى تغيير النظام جذرياً والذهاب إلى انتقال ديمقراطي للتأسيس للديمقراطية، أي الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. بعد سنتين من هذا التاريخ، اليوم نفس المطالب يرفعها الشعب في الشارع. أما الأعداد في المسيرات ممكن أن تنقص في أسابيع وتتزايد في أسابيع، شهدنا في رمضان 2019 أين كانت الأعداد نقصت، أتذكر جيدا كنا هنا في العاصمة أن الأعداد نقصت، وهذا أمر طبيعي. هناك أمور أيضا تتعلق بالعطل المدرسية، هناك أمور تتعلق ب هناك العديد من العوامل التي تجعل من الموبيليزاسيون تنقص وتزيد، وهذا ليس بالأمر الذي يجب أن نمنح له قيمة أكثر، لأن الأهم هو المسيرات بحد ذاتها. علينا أن نركز على أشياء، منها القمع الذي عاد في العديد من الولايات، القمع السلطة تنتهج خطط ميكيافيلية. السلطة الآن تريد القضاء على المسيرات أو على الحراك الشعبي في ولايات الداخل الوطن. عندما نشاهد القمع في مسيلة، القمع في باتنة، القمع في وهران، القمع في مستغانم، القمع في عديد الولايات التي تنقص فيها أعداد المتظاهرين، وأيضا هذا يجعل من السلطة تقضي على المسيرات في الولايات الداخلية وتحصره في جهة معينة، تحصره في منطقة القبائل وتحصره هنا في العاصمة. أي السلطة الآن تريد حصر الحراك في بعض الولايات كي تتهج أيضا سياسة أخرى تتهجها في هذه الولايات، وهي سياسة التقسيم. فرق تسد، السلطة تريد التقسيم داخل هذه الولايات والقضاء على المسيرات في الولايات. إذن على الشعب وعلى المواطن اليوم أن يتفطن لهذه الخطة الميكيافيلية التي تنتهجها السلطة. المسيرات اليوم أصبحت عيبة، أصبحت الآن المعادلة السياسية تدخل فيها رقم صعب، والمسيرات والخروج للشارع. الشعب استعاد الفضاء العام، وهذا أمر مهم جدا. السلطة في خطابها الرسمي تقول أنها مرتبكة، ولكن في طريقة تعاملها مع المسيرات أو في مخرجاتها، مخرجات النظام السياسي ومخرجات السلطة السياسية، نرى أن السلطة مرتبكة وأن السلطة أصبحت تضرب برك كما نقولوا بالعامية تيري برك، دي هذا الحبس عاود خرجوا غلق العاصمة، دي هذا في الولايات شفنا أن طفل صغير في عمره 7 سنوات تمام في مستغانم اللي تيون باركي في فورغوت على بوليس. دونك تشوف كل ما تقوم به السلطة، السلطة مرتبكة، والحراك بهذه المسيرات أربك السلطة وجعلها لا تفكر في شيء آخر. السلطة الآن أصبحت جل تفكيرها هو القضاء على المسيرات والقضاء على الحراك. نعود إلى هذا النقطة، يعني خطة طريق النظام، ولكن قبل ذلك نفضل نبقى في مسيرات الحراك. مصطفى بسطامي، في الأسابيع الماضية وحتى في الجمعة الأخيرة يعني كان هناك جدل حول الشعارات اللي ما زالوا قائم، هل يعني حقيقة مضمون هذه الشعارات فيها مشكل، أم هناك يعني مناورات خفية لتحرك وتغذي هذا الجدل أكثر وأكثر؟ لا، هي هناك شقين عند الحديث عن هذا الموضوع. الأول هو بالنسبة للحديث عن أنه شعارات تغيرت، يأتي دائما في إطار الحديث عن أنه الحراك تغير. كان هناك العديد من الفئات أو الجهات حاولت تقدم صورة بأنه الحراك تتغير من خلال القول بأنه كان لم يكن عنيفا وصار عنيفا، لم يكن مقسما وصار مقسما، شعارات كانت بين قوسين لا أدري مهدبة والآن لم تصر مهدبة. هذا من جهة، وهذا غير صحيح، لأنه كنت حتى مثلا على العنف في, 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 في الحراك الشعبي، أنا نظن أو شفنا وشاهدنا واتقنا بصورة وصوت أنه كان هناك أحداث
أكبر خلال الجمعات الأولى من الجمعات اللي تلتها. لماذا؟ لأنه في الجمعات الأولى كان هناك متظاهرين يصعدوا حتى الشارع كريم بالقاسم، وكان هناك لأنه يحبوا يروحوا للرئاسة، وكان هناك نوع من الاصطدام بمصالح الأمن. بعد ذلك كان هناك عقلاء في الحراك اللي طلبوا من المظاهرين أنهم ما يطلعوش كريم بالقاسم لأنه ما فيهاش معنى. بعد ذلك هناك حوادث أيضا صاروا في الأسابيع الأولى الحراك اللي هي أكثر حدة من الشاومية، حاولوا يروجوا بأنه صار في الأسابيع الأخيرة من الحراك. العنف ما كاش عنف، لأنه الشعب الجزائري أو الجزائريين أو العاصمين، خاصة لأنه أنا نتحدث عن العاصمة، تمسكوا بسلمية على الحراك حتى الآن حتى الجمعة الأخيرة. بالعكس من ذلك شفنا أيضا في الجمعة الأخيرة صور أنه كان متظاهرين أو نشطاء أو مناضلين أيضا لينطفوا شوارع في نهاية المسيرة، وهذا يعود بنا إلى الصور الأولى للمسيرات. وكذلك في ذات السياق يأتي الحديث عن شعارات للقول بأنها شعارات أكثر عنفا أو شعارات غير مهذبة، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه شفنا في بداية الحراك وشفنا مقبل ربما الحراك الشعبي دائما عادة ما تكون شعارات تكون شعارات يعني كيفاش نقول يعني ما تجمل كلش، ما تقولش بعض يعني. بالنسبة كي نقولوا مثلا شعارات كانت ضد عدة مؤسسات، من بينها مثلا شعار القمع الوطني عوض الأمن الوطني، وهو يعني ضد مؤسسة الأمن الوطني. قولوا مثلا كبوفار أساسا، وهو شعار عنيف أيضا يعني ربما ما كاش أعنف منه، ولكن دائما شعارات هذه تعبر عن سخط المتظاهرين خلال الحراك الشعبي. وبالتالي يعني الحديث أنه شعار مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، هذا هو أحد الضجة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان اللي قالوا بأنه موجه من طرف فئة معينة يحبت تسترجع الحراك، وهذا يعني ما يقدرش يكون صحيح، لأنه ماهوش شعار يشد عن باقي الشعارات، إلا في أنه يتجه إلى مؤسسة غير مؤسسة الأخرى. يعني هل المشكل في المؤسسة اللي اتجه إليها هذا الشعار، أو المشكل في حدة الشعار؟ هنا لازم نوضحه، وهذا الأمر ما كانش. يعني الشعار هذا مثل الشعارات الأخرى، يقدر يكون هناك نقاش هل يتقال هذا الشعار أو لا يقال هذا الشعار، هذا أمر آخر. وأيضا نسب هذا الشعار إلى فئة معينة دون فئات أخرى هذا غير صحيح، لأنه مثلا الجمعة الماضية هذا الشعار قيل بطريقة غريبة جدا، يعني تكرر كثيرا، حتى أنه نحن كصحفيين أو كمدونين ما قدرناش ندو فيديوهات بلا هذا الشعار. يعني أحيانا لازم تدي بزاف شعارات أشاك فوا سيتي لهذا الشعار اللي عاود يتكرر يرجع فيك، كان شعار رئيسي، كان شعار بالإضافة إلى شعار مدنية ليست عسكرية كذلك بالنسبة لشعار مدينة. وهنا نلاحظ أمر مهم جدا، أنه عادة ما تكون شعارات هي رد فعل على قرارات أو تصريحات صدرت خلال الأيام اللي قبلها من مسؤولين أو أحداث أو انتخابات أو غير ذلك. شعار تاع هذا الشعار تاع مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، وكان قيل أو كرر بأقل احتشام في الأسابيع الماضية، ولكن عندما حاول البعض أنه يفرض على الشعب وش يقول وش ما يقولش، شفنا بأنه الشعب بالعكس من ذلك تمسك بهذا الشعار وقالوا بأكثر حدة، وهذا يحدث دائما. مثلا شعار مدنية مش عسكرية هو لم يكن يكرر دائما في الأسابيع الأولى للحراك. ولماذا قيل؟ لأنه بعدما سقوط نظام بوتفليقة واستقالة بوتفليقة وغير ذلك، الجيش أخذ بزمام الأمور، وكانت هناك قرارات التي لم تعجب الشارع، وبالتالي تكرر هذا الشعار حتى الآن، لأنه يظن المتظاهرون أنه مازال يقولوا لهذا الشعار كذلك. مصطفى بسطامي مراد أبياتور، في كل مرة كانت شعارات كما قال بسطامي تمس أشخاص ومؤسسات، مؤسسات عسكرية وقيادات عليا يعني في المؤسسة العسكرية، لكن لم يحدث الجدل، لما هذه المرة؟ ربما السلطة الآن عندها هدفين، عندها الهدف الأول هو القضاء على سلمية الحراك الشعبي، أحد أقوى نقاط قوة الحراك والثورة الشعبية هي السلمية، السلطة تريد بكل الوسائل القضاء على هذه السلمية. وأيضا
تريد توجيه الرأي العام إلى نقاشات جانبية، توجه الرأي العام إلى نقاش حول شعارات الحراك. الشعارات تظهر، هناك شعارات مرحلية وهناك شعارات وضعها الحراك كأهداف. عندما نقول التغيير النظام السياسي هذه عبارة عن أهداف، هناك شعارات تحمل مشاريع سياسية. عندما في الأيام الأولى كنا نسمع جمهورية ليست مملكة، جمهورية ليست كازيرنا، عندما نسمع جزائر حرة ديمقراطية، هذه الشعارات هي عبارة عن مشاريع سياسية. نتحدث عن الجمهورية، نتحدث عن الديمقراطية، نتحدث عن الحرية، هي عبارة عن شعارات شاملة. وهناك شعارات مرحلية، ظهرت شعارات في مرحلة قائد الأركان السابق، أين كانت شعارات تتهجم على شخصه، سمعنا شعارات جد قاسية، ولكن الحراك يتعامل حسب المرحلة. الآن شعار الذي تحدثتم عنه خرج بعد ظهور قضية وليد نقيش، التعذيب والحديث عن التعذيب داخل مراكز مؤسسة الدولة، لأننا نتحدث عن مؤسسات الدولة، نتحدث عن مركز عنتر أين تعرض للتعذيب، هو عبارة عن مؤسسة الدولة. إذن ردت فعل الشارع كانت على هذا الحدث، ولكن الرأي العام الآن، السلطة أرادت إيهام الرأي العام أنه هناك انقسامات داخل الحراك وتريد تصوير هذه الصورة. إذن علينا أن لا نقع في هذا الفخ، لأن هذا الفخ وضعته السلطة من أجل تحويل وتوجيه النقاش العام. الآن علينا أن نتحدث، عوض أن نتحدث الآن عن البيرسبكتيف، عن كيف سننتقل من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، كيف سنعيد السيادة للشعب. اليوم الشعب في الشارع يطالب باستعادة السيادة. الشعب الجزائري منذ 62 لم يختار حكامه، الشعب الجزائري منذ 62 غيب في القرار السياسي، الشعب يعاني والكفاءات تعاني من التهميش، هناك هجرة للأدمغة، هناك هجرة شرعية وغير شرعية، هناك العديد من الأشياء ربما تستحق الحديث أكثر وتسليط الضوء عليها أكثر من هذه الشعارات ومحاولة إيهام الرأي العام أنه هناك انقسامات في الحراك. مطالب الحراك هي نفسها في فيفري. عندما نتحدث عن تغيير النظام، نحن الآن كسياسيين، عندما يكون الشعب في الشارع يرفع لك تغيير النظام السياسي، السياسي أو النخبة السياسية أو رجال السياسة عليهم التفكير في ميكانيزمات وكيفية إعادة السيادة وتغيير النظام السياسي. نحن على مستوى الحزب قدمنا خريطة الطريق واضحة المعالم في مارس، في 27 مارس 2019 عندما خرج الشعب يطالب بتغيير النظام السياسي، قلنا هيليك ينفيد الروت، خريطة الطريق واضحة المعالم، بهيئة رئاسية، بهيئة عليا انتقالية تتولى الرئاسة، بوضع كل الميكانيزمات، كيف ستكون المرحلة الانتقالية من الألف إلى الياء، كيف سننتقل من هذا النظام الذي يزور الانتخابات، من هذا النظام الشمولي، من نظام يهمش الكفاءات، من نظام لم فشل في تسيير الجزائر، إلى نظام سياسي ديمقراطي يضمن التداول السلمي على السلطة، تكون فيها الصحافة حرة، العدالة مستقلة، يكون فيها توازن السلطات، أين سيكون للشعب الحق في اختيار حكامه على كل المستويات. نعم مراد بيتور، نبقاو دائما في قضية الشعارات. مصطفى بسطامي، مجلة الجيش الأسبوع الفارط كانت نشرت مقال افتتاحي، ان كومنتير اللي تكلمت فيه على شعار مدنية ماشي عسكرية، اللي قلنا في بداية الحصة أنه أحد يعني الشعارات الرئيسية لحراك 22 فبراير 2019 منذ الشهور الأولى. ومجلة الجيش يعني نسبت هذا الشعار لاتجاه معين كذلك ولحقبة تاريخية هنا في الجزائر، التسعينات العشرية السوداء. هل صحيح أنه مدنية وليست عسكرية هو الشعار مقتبس من فترة التسعينات، وهل صحيح أنه هذا الشعار هو شعار جهة معينة فقط في الحراك وليس المطلب الرئيسي للحراكيين؟ لا، هذا ما قلته لك، هو أنه هذا الشعار بالذات ظهر في مرحلة وإن كانت قيادة الجيش هي اللي تسلمت الأوضاع، يعني سياسيا كان هناك دائما خطاب تاع قائد الأركان السابق في كل تقريبا في كل أسبوع ربما أقل، هذا الأمر اللي دفع الجزائريين أنه يطلقوا هذا الشعار ويكرروه في المظاهرات الشعبية. بالتسعينات لما ربطوا بهذا المرحلة، لما هذا الخطاب في الأيام الأخيرة لاحظنا بعد قضية
الإرهابي اللي ظهر في نشرة الثامنة نشرة التلفزيون العمومي. من بعدها لاحظنا أنه في كل مرة كان خطاب التخويف بفترة التسعينات من طرف النظام الجزائري، كان هذا المقال مقال مجلة الجيش، ثم مقال أيضا وزير وزارة الاتصال قبل يومين يعني في الإنذار الذي وجه لفرانس 24، وهذا موضوع نقوله له فيما بعد. ولكن وزارة الاتصال استعملت كلمات رجعية وانفصالية. إذن هذا الخطاب تاع التخويف والذهاب إلى التسعينات لما؟ رغم أن الخطاب هذا فشل في عدة مرات، كان يفشل حتى في 2019 تم استعماله وما خوفش الجزائريين وكملوا في الحراك ديالهم. طبعا على كل حال هذا الأمر يطرح على المؤسستين المذكورتين. أنا نقدر نأكد لك الشعب أو الشارع الجزائري لماذا يذكر هذه الشعارات ولماذا يكررها ولماذا رغم أنه تكون هناك اتهامات بالعكس من ذلك يتمسك بها. كنت قلت لك أنه الشعارات هذه هي ردة فعل على أمور سياسية حددت واقعية، يعني على من يقول العكس أن يثبت العكس، حتى أنه القول بأنها تعود إلى فترة التسعينات كان رد عليها شارع بأنه أكد على سلمية الحراك، أكد من خلال شعارات تاعو، أكد أيضا من خلال ميدانيا ما شفنا حتى صراعات في الشارع بالعكس مما يقال، ما شفنا حتى أمر اللي يقدر يخلينا نتبناه هذه الرواية. شعار مدنية ماشي عسكرية ظهر في فترة معينة، وكان حاجة ربما لازم نأكد عليها وهي أنه التضييق على الصحافة سواء المكتوبة أو الصحافة المسموعة المرئية والمسموعة العمومية أو الخاصة وحتى المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي يتم التضييق عليهم، هذا يجعل الشارع يصرخ عاليا بتلك الشعارات، يعني يكررها في كل مرة، لأنه عندما يعلم الشارع أنه هذا الشعار مثلا مدنية مشي عسكرية يقلق السلطة، والسلطة تحاول أن تضيق على المؤسسات التي تنقل هذا الشعار، هو يعيد تكرر هذا الشعار. هذا ما نقوله عن المتظاهرين، يعني حتى أنه ليس مدنية مش عسكرية فقط، ولكن جميع الشعارات كما قلت لك على الشعار الذي تكرر خلال الأسابيع الماضية، هو السلطة عندما تدفع إلى العدمية، هنا السلطة تقول لك أو بعض المحسوبين على السلطة يقول لك أنه ما كاش مقترحات، ما كاش هناك عدمية من طرف الحراك، هي العدمية من طرف السلطة لأنه ما حبتش تنتقل إلى مرحلة أخرى، هي دائما تعترف بأن هناك أزمة سياسية ولكن لا تعترف بأن هناك شعب في الشارع يدين أو ينتقد هذا المسار السياسي، يعني هناك تناقض كبير بالنسبة للسلطة في هذا الأمر، يعني هي تعترف بأن هناك لابد من إصلاحات سياسية ولابد من كذا ولابد من كذا، ولكنها بالمقابل لا تعترف بأنه شعب يخرج للشارع ويقول لها بلي المسار تاعك السياسي ما نش راضيين به وما حش يخرجنا وما نش قابلينه بما فيها الانتخابات، يعني هذه الشعارات دائما تبقى رد فعل أو تأكيد من المتظاهرين على المطالب تاعهم بطريقة أو بأخرى. مراد بياتور دائما في خطاب السلطة، أنا ذكرت يعني ما قال مجلة الجيش وذكرت الإنذار تاع وزارة الاتصال لفرانس وسيلة الإعلام فرانس 24، يعني كاين أمر آخر بالإضافة إلى الشعارات. لاحظنا أنه في المقالين الأول يتكلم على نوع من المؤامرة اللي تجمع اليمين واليسار والعلماني والإسلامي ضد الجزائر، وفي الإنذار تاع وزارة الاتصال كذلك يتكلم عن رجعيين وانفصاليين، رغم أن الانفصاليين يعني هما يسجلوا رواحتهم في منطق آخر، يعني ليس له علاقة بأهداف، مندوش أهداف سياسية في إطار الجزائر الجزائرية. إذن يعني هاد الخلط بين الإيديولوجيات والاتجاهات والحديث عن مؤامرة كذلك في ميزيك، وعلاش يجي في هذه الفترة؟ هذا دليل أن السلطة وسلطة الأمر الواقع في الجزائر تعيش خارج التوقيت السياسي. خطاب سنوات السبعين الذي يشبه النوع المائي إلى خطابات الدكتاتوريات أوروبا الشرقية في ستينيات القرن الماضي، ولكن أنا الأسئلة التي أطرحها هي لماذا افتتاحية مجلة الجيش تأخذ حيز هذا الحيز الكبير في الإعلام وفي الساحة السياسية؟ في كل دول العالم معروف هناك إعلام عسكري وهناك إعلام مدني، ولكن في الجزائر
افتتاحية مجلة الجيش تأخذ حيز واسع في كل وسائل الإعلام، وهذا يدل إن ما دل على شيء يدل على تدخل العسكر في المجال السياسي. لهذا نرفع شعار الدولة المدنية، نقول السياسة للمدنيين. العسكريين لديهم مهام نبيلة حددها الدستور، هي مهام نبيلة للعسكريين، عليهم الاكتفاء بمهامهم الدستورية التي هي سبب باش تكون انت تنجاجي في الجيش. سبب هي هذه المهام النبيلة التي يكلفها لك الدستور، عليك الدفاع عن الوطن، أن تحمي الوطن، أن تحمي الدولة. لكن في الجزائر صار خلط، هناك تعمد في هذا الخلط من قبل السلطة، هناك خلط بين النظام السياسي والدولة. الاستركتور تاع النظام السياسي لاصقة الاستركتور دليتا، هيكل النظام السياسي ملتصق مع هيكل الدولة، وهذا شيء متعمد من قبل النظام. من قبل النظام، كي عندما انت تجي تهضر على النظام هو يصور لك انك تهضر عن الدولة، انك تنتقد في الدولة. الدولة الجزائرية هي ملك للنظام، للمعارضة، لكل الجزائريين. ولكن عندما نقوم بتحليل الخطاب، الخطاب الذي يحمله مجلة الجيش، نرى أنه فيه خطر على الوحدة الوطنية، هناك خطر على الوحدة الوطنية، هناك خطر على الجزائر. لأن عندما تتهجم على منطقة، إلى متى سنظل نتهجم على منطقة القبائل؟ شاهدنا منذ بداية الحراك هناك تهجم على هذه المنطقة، وصفوا بالزواف، هناك مساس بالعرف الاجتماعي لمنطقة بأكملها. ماذا تنتظر؟ ماذا تريد؟ إلى ماذا تريد أن تدفع سكان هذه المنطقة؟ ومن بعد تخرج لي بخطاب تقول لهم انفصاليين. أنا أظن أن سكان منطقة القبائل لديهم وطنية مستعرف بهم. عندما يجيك واحد يسبك، يمسلك في العرف تاعك، كل يوم ينتقدك، يسميك زواف، شرذة، ما يسميك كل شيء، وانت تظل تناضل من أجل الجزائر، هذه هي قمة الوطنية. أما الدمج، أنا أعرف إن كانت السلطة السياسية هي عبارة عن غياب الكفاءة أم متعمد، عندما تدمج كما قلت بين الانفصاليين الذين لا ينخرطون في الحراك أو في الثورة الشعبية التي يشهدها الشارع الجزائري، هم يريدون انفصال منطقة القبائل، يناضلون سلميا، ربي سهل عليهم، يريدون ويسنسكريف، هم منخرطين في أجندات أخرى غير أجندات الحراك والثورة الشعبية التي تريد تغيير النظام السياسي في الجزائر، هم يريدون انفصال عن الجزائر. كيف تدمجهم في خطاب هكذا؟ إذن علينا أن نبتعد قليلا عن إحداث زخم كلما كانت افتتاحية لمجلة الجيش. علينا أن نفهم أن المسألة هي مسألة مدنيين، هي مسألة سياسيين. مسألة التغيير في الجزائر على المؤسسة العسكرية أيضا أن تفهم أن الدول القوية اليوم، أن الجمهوريات القوية تستمد قوتها من فصل بين السلطات، تستمد قوتها من كون سلطة سياسية قوية، تستمد قوتها عندما يكون الجيش مؤسسة قوية. علينا أن نبتعد، الشعب ليس في صدام مع مؤسسات الجيش، الشعب يريد تأسيس دولة مدنية. دولة مدنية أين يحكم المدنيين؟ أين ينتهي عهد صناعة الرؤساء وصناعة من يحكمنا، حتى صناعة البرلمانات؟ نرى أن حتى وصل التزوير باستخدام مؤسسات الجيش، نرى في انتخاب العسكريين، نحن على مستوى الحزب حتى في السنوات خلت نقول أن على العسكريين أن ينتخبوا في بلدياتهم الأصلية. هم يجيبوا لك في بن عكنون يترشح الارسي دي نديو 5 سياج غير يخرجوا ليفوا تاع الثكنة العسكرية الذين ينتخبون في بن عكنون، تنقلب الموازين وتصبح لا فلان عنده 7 انت عندك 5. هناك قلب لاختيار الشعب. انا اكون عسكري في طمان الراست، ليس انا من سيختار رئيس بلدية طمان الراست، اهل بلدية طمان الراست من سيختار رئيس بلدي الذي يحكمهم. هناك تداخل في عديد من الأشياء، وهذا التداخل وهذا التشابك الذي يحدث وحدها الديمقراطية هي العلاج.
عندما تكون الديمقراطية يكون أتحدث عن الديمقراطية بمفهومها بمفهومها الشامل، ولا أتحدث عن ديمقراطية الصندوق أو ديمقراطية أخرى، أتحدث عن الديمقراطية بمفهوم الشامل، هي التي ستضع الأسس وتضع تضع المسافات بين مختلف المؤسسات. نعم مراد مصطفى بسطامي، مراد بياتور دانا إلى الجانب السياسي تاع الحصة، ولكن قبل ما نمر له ونتحدث عليه بالتفصيل ماذا بيا نكمل معك النقطة الأخيرة اللي متعلقة بمسيرة الحراك هنا في الجزائر العاصمة في الجمعة 108. مجموعة من الصحفيين يعني تعرضوا من لاعتداء لفظي، وكاين من الصحفيين اللي تعدوا كذا اللي تعرضوا كذلك للضرب من هذه المجموعة. أيضا أنت كنت حاضر هناك، واش تقدر تقول لنا حول هذه القضية؟ طبعا القضية اللي أثارت الكثير من الجدل واللي حدثت في مساء الجمعة 108 من الحراك الشعبي في الجزائر العاصمة، وبتحديد أمام ثانويات خير الدين وبابا عروج براوس، هي الأمر أنه كاين مخاطر كثيرة يتعرض لها الصحفي في الحراك الشعبي، يعني كيغطي مظاهرات، هناك ناس متظاهرين حي يلتقي بهم، حي يتحدث معهم، كاين اللي رفضوه، كاين اللي قبلوه، كاين اللي حبوا يناقشوه، كاين اللي عنيف، كاين مسالم، كاين امور كثيره تحدث. قبل ما نجاوب على هذه النقطه، نجاوب على انه كاين هناك اصوات قالت بانه هذه ظاهره، اولا ما نقدروش نسميوها بظاهره لانه امور حدثت منذ بدايه الحراك الشعبي، وحدثت باكثر حده في بدايه الحراك الشعبي في الاسابيع الاولى من الحراك الشعبي، وحدثت في وسط الحراك الشعبي وحدثت الان، ولكنها ليست ظاهره لانه طبعا مفهومه الخلفيات. بالنسبه لبدايه الحراك الشعبي كان هناك شعب يطرد صحفي أو يعنفهم لفظيا لأنهم عاشوا صدمة 23 فيفري 2019، عندما بعد يوم واحد بعد حراك 22 فيفري 2019 عندما لم يجد المتظاهرون أو المواطنون أو الجزائريون أي شيء أو باحتشام كبير في الجرائد أو الوسائل الإعلامية، شافوا داروا مظاهرات كبيرة وضخمة جدا ومساء لم يتحدث عنها أحد ولكن تحدث عنها باحتشام، هذا أمر ليجعل المتظاهرين بطبيعة الحال أنه يقولوا هذه وسائل الإعلام لا تمثلنا أصلا، وبالتالي ليس لها مكان في الشارع. هذا الأمر زاد حدة بعد ذلك، هناك انفتاح إعلامي عنده خلفيات سياسية لا مجال للخوض فيها، انفتاح بين قوسين إعلامي، ثم هناك بعد ذلك كان هناك الغلق من جديد، ومنذ تلك المرحلة حتى المرحلة الحالية ليس هناك اكتفاء بالغلق، ولكن مباشرة يعني هناك تزييف لما يحدث في الحراك الشعبي. شفنا قنوات عمومية وحتى خاصة يخرج المتظاهرين، أحيانا تقلص في الأداء تاعهم، أحيانا تكذب في شعارات التي يرفعونها، مثلا الجمعة ما قبل الماضية كان هناك تقرير تلفزيوني يتحدث عن متظاهرين خرجوا من أجل اللحمة الوطنية وأمر مثل هذا، وهو لم يوجد ولم يكن هناك أي فيديو يوثق هذا. طبعا دائما هناك ارتباك أو جدل في وضعية مكانة الصحفي من تغطية مسيرات الحراك الشعبي، رغم أن هناك صحفيين مستقلين ساندوا غطوا الحراك بكل احترافية منذ الجمعة الأولى، ولكن دائما هناك المسائل الإعلام الثقيلة والتي تتحكم فيها السلطة دائما ما كانت مخيبة لما ينتظره المواطنون من تغطية احترافية للحراك الشعبي. طبعا ما حدث في 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 الجمعة 108 اندرت في هذا الإطار، كان هناك صحفي، كان هناك تلاسن بين صحفي ومتظاهر، لحد الآن ما عندناش الخلفيات لأنه ما نقدروش نجزمه بأن وراءها فئة معينة أو طرف معين، لكي نعرفوا الأهداف، هل هو ربما محاولة للتغطية على
على ما قيل أو ما حدث في الحراك الشعبي أو الشعارات التي السياسية التي رفعت في الحراك الشعبي؟ هل هو محاولة لتقسيم الحراك؟ هل هو محاولة لخلق صراع آخر الحراك في غنى عنه؟ نحن لحد الآن يعني ما عندناش كامل المعطيات، ولكن نقول بأنه أولا أقول بأنه صحفيين اللي تعرضوا لهذا الاعتداء لازم نأكدوها، هذه أمر مهم جدا. أكثر شيء كنزة خطو لأمين مغنين فوالا لأمين مغنين اللي هو من بين الناس اللي مستقلين، صحفيين مستقلين ليس منذ الحراك الشعبي ولكن قبل الحراك الشعبي، يعني إنسان مهني وتعرض لمثل هذا الاعتداء هذا غير مفهوم. ويجب الإشارة كذلك مصطفى بسطامي إنه الصحفيين ما تمش الاعتداء عليهم لفظيا أو جسديا كما قلت، لأنه مش الجميع اللي تعرض للاعتداء الجسدي، ولكن ما كانوش متواجدين في مكان واحد وما تمش يعني الذهاب إلى هاد الصحفيين في أماكن متفرقة، ولكن صحفيين تنقلوا للتضامن ولا لمساندة زملائهم كنزة خاطو الأمين مغنين وآخرين. أنا ما كنتش بعيد، ولكن ما سمعت بالأمر إلا بعد أنه صارت، كان هناك 5 دقائق منذ أن وقعت تلك الحادثة بين صحفي فرانس 24 ومواطن، ثم جاء زملائه بطبيعة الحال ليساندوه أو يوقفوا دون الاعتداء عليه، ثم لحقت أنا، ثم انتية، ثم كاين بزاف الصحفيين الآخرين اللي لحقوا بعدها، لأنه المحيط اللي تم نخدموا فيه كامل الصحفيين، كاين هناك من سمعوا من بعيد جاو مديلوش وجاو التحقوا بزملائهم للدفاع عنهم. هو الشعار اللفظي اللي ربما كان اللي تحسوا منه هو كيقولوا المتظاهرين يا صحفيين الشياطين انتم سببنا المدلولين، هذا شعار ربما كان بزاف اللي صحفيين اللي ما يتقبلوش لانه يقولوا بانه احنا نغطوا في الحراك باش يقولوا لنا هكا، ولكن هو مفهوم لانه الخيبه تاع الجماهير من تغطيه ومن عمل الوسائل الاعلام المختلفه منذ انطلاقة الحراك هي اللي دفعت الى هذا الشعار. وهنا نعاود نربطها بشعار دوله مدنيه ماشي عسكريه، نعاودوا برك لهذه النقطة، لأنه ما شفتش لحد الآن أنه كان جماهير أو متظاهرين يتهجموا على مؤسسات الدولة بما فيها الجيش، لم 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 ليس هناك أي شعار فيه تهجم على مؤسسة الدولة مدنية موش عسكرية، هو مطلب لتمدين الحكم، وهذا يحدث في كل الديمقراطيات وفي كل البلدان التي تحترم نفسها. أما إذا كان هناك من يعطيه تأويلات أخرى أو قراءات أخرى بأنه تهجم على المؤسسة العسكرية فهذا يخصه، لأنه أي واحد لو كان تسقسيه في الحراك الشعبي، أي مواطن أي متظاهر تسقسيه على إن كان هو بنفسه ضد مؤسسة الجيش أو أي مؤسسة أخرى، حتى مؤسسة الرئاسة، حتى أي مؤسسة أخرى، يقول لك لا يقول لك أنا ضد الأشخاص، والأشخاص اللي هو ضدهم هم باينين اللي محسوبين على نظام الرئيس السابق بوتفليقة المستقل. نعود نقول إلى الجانب السياسي معك مراد بيتور، في ظل كامل هذه الأوضاع، الحراك، الشعارات، التجنيد والقمع كذلك في عدة ولايات بالإضافة إلى الاعتقالات اللي حكيت عليها أنت قبل قليل، النظام في المقابل راهو ماشي في خطة طريقه، راهو يحضر للانتخابات التشريعية شهر جوان المقبل، وكل المؤشرات كذلك توحي إلى أن تبون ذاهب إلى التشريعيات بنفس الوجوه وبنفس الشكل اللي راح بها لاستفتاء الفتح من نوفمبر الماضي. النظام السياسي عنده أرقام يتلاعب بها، يحب الآن يخرج لك الأحرار، يخرج لك الأحرار بمسمى المجتمع المدني، يحب يخرج لك الأفلان، يخرج لك الأفلان، يحب الأرندي، ما بلا حب يخرج الأرسدي، يخرج الأرسدي. دونك النظام السياسي عنده هذه الأرقام يتلعب بها كما حب، نفس الأرقام التي هي شفتي جماعة هذيك 5 ملايين اللي جمعها بوتفليقة توقيعات، هذوك هم الأرقام اللي يتلعب بهم النظام السياسي منذ زمان. لم يبدأ التزوير الانتخابي، لم يبدأ في 12 لم يبدأ في 12 ديسمبر، التزوير الانتخابي منذ 62 في الجزائر. النظام استحوذ على الساحة السياسية، استحوذ على الساحة الإعلامية منذ 62 وليس من اليوم، ليست وليدة اليوم هذه الممارسات. الآن نذهب إلى انتخابات، هل الانتخابات ستحل الأزمة الآن؟ الآن أصبحوا إحنا نهضروا نقوم بتشخيص الأزمة،
هناك غياب الثقة بين الحاكم والمحكوم، هناك سلب لسيادة الشعب، هناك شمولية في تسيير أمور الدولة، هناك فشل في تسيير الدولة، هناك تزوير الانتخابات، هناك قمع، هناك العديد من الأمور. وعندما نتفق على هذا التشخيص أنه فيه سلب لسيادة الشعب الجزائري وهناك شعب يطالب باستعادة السيادة، هل أو غدوة عندنا برلمان، هل بالانتخابات التشريعية ويكون عندنا برلمان حلينا هذا المشكل؟ بالطبع لا، المشكل لن يحل بهذه الطريقة. الهروب إلى الأمام واتهاج سياسة هذه صم عمي لا يسمعون ولا يعقلون، عندما يستعملون هذه السياسة إلى أين ستذهب؟ كم سيكفي من سنوات للسلطة للهروب إلى الأمام؟ كم يكفي لها من الشجون لسجن كل الملايين التي تخرج للمطالبة بالتغيير؟ كم سيكفيها من سنوات من القمع لقمع الشعب في طريقه إلى الحرية؟ على السلطة اليوم أن تفهم أن الشعب الآن في طريقه إلى الحرية ولا يوجد أي قوة مهما كانت شموليتها، مهما كانت قوتها، مهما كانت أموالها، مهما كانت وسائلها، مهما كانت الموايان اللي عندها، ما تقدرش توقف في طريق شعب ماض في طريقه نحو الحرية. الشعب الجزائري عزم عندما خرج في فيفري، لأن ثورة فيفري 2019 لم تكن وليدة لحظة، بل هناك فقط قطرة أفاضت كأس، وهي ترشح الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة خامسة. ولكن هناك تراكمات، هناك تهميش، هناك تزوير للانتخابات، هناك من جانب الاجتماعي الشعب يعاني، هناك تدني القدرة الشرائية، هناك تروح لوبيتال ما تلقاش سرير في لوبيتال، ما تلقاش في لوبيتال سرير. عندما يكون عندك مريض تحس قيمتك في هذه البلاد، يكون عندك مريض وتنتقل للمستشفى يومها تعرف البلاد اللي راك عايش فيها. شفت صحفي البارح كتب عن والده ويشتكى الظلم، وهذا الصحفي كان يغطي للعديد من السنوات، يغطي على هذا النظام. ربما هي فرصة ليكتشف هذا النظام الذي تغطي عليه، لأنه سيأتي يوم أنت ستعرف بأن هذا النظام ظالم، ظلم شعبه ولم يتمكن من تسيير دولة كالجزائر. نتحدث عن الصحافة أيضا، لما نتحدث عن الصحافة هناك الشعب سخط من الصحافة، لأن هناك تراكمات في تزوير الحقيقة من قبل الصحافة، ليست فقط في تغطية الحراك، قبل الحراك هناك تزوير للحقيقة، تزييف للحقيقة من قبل الإعلام. هناك الإعلام تحدثتم عن الإعلام، هناك صحافة مستقلة وصحافيين مستقلين وأحرار الذين أحييهم كلهم على العمل وعلى نضالهم، لأنه نضال ليس نضال سياسي ولكن نضال من أجل حرية الصحافة. أنا لا أريد أن يكون مصطفى مناضل سياسي، يكون مناضل في ميدان الصحافة، ولأن الجميع الآن عنده الحق في الوصول إلى المعلومة، احنا لازم ندافع على هذا الحق من أجل أن يصل الجميع إلى المعلومة. هناك بعض الصحافة في الأيام الأولى للحراك رفضوا التليفون، عيطوا لهم، جو غطوا الحراك، هناك نوع من الانفتاح، نسميه الانفتاح إلى حبيته إعلامي في الأيام الأولى، وبعدها عاود صون التليفون، عاودوا دخلوا قاع الديار. هذه ليست صحافة. هناك أيضا صحافة غطت الحراك منذ بدايتها، ربما قمع الصحفيين والتضييق على الصحفيين، لأن التضييق على الصحافة لم يبدأ في هذا الأسبوع فقط، هناك العديد، أنا حضرت للعديد من المضايقات للصحفيين، ناهيك عن المضايقات الواضحة من هزج صحفيين في السجون وإيقافهم من مناصب عملهم والعديد من هذه. يعني هذا الشيء كامل فتح نقاش عند النخبة في مجال الإعلام باش اللي يقدر يشاركنا في النقاش مصطفى بسطامي حول الدور الحقيقي للصحفي. الصحفي ما راهوش هنا باش يكون مع الحراك، وليس هنا كذلك ليكون ضد الحراك. صحفي لازم يكون موضوعي مهني، يعمل في الحراك كما يعمل في المناسبات الأخرى وفي المجالات الأخرى كذلك. لا، هي بطبيعة الحال، لأنه السلطة لو تعرف، لو تحسن التسيير على الأقل في الجانب هذا،
لكرمت كل صحفيين اللي كانوا يغطوا الحراك بموضوعية، لأنه أنك تغطي الحراك، أنك ما تزيفش الوقائع، أنك ما تزيفش شعارات، أنك ما تزيفش ما تفبركش الفيديوهات، هذا أمر يجعل السلطة تكرمنا وليس العكس، وليس أن تحط ناس في السجون أو تقمع آخرين أو تهدد آخرين أو تخرج الآخرين يعني قضايا أخرى من أجل أيضا إسكاتهم. طبعا هي مهمة الصحفي بدرجة الأولى في الحراك وخارج الحراك، هو التغطية الموضوعية لأي حدث معارض، حدث مساند، حدث أي حدث إعلامي، لازم على الصحفي ومن واجبه أن يغطيه بكل احترافية. المشكلة تاع السلطة الآن هو مشكل سياسي، هو أنه الشعب خرج لأنه ما هوش مقتنع بالمسار السياسي المنتهج منذ رئاسية انتخابات 12 ديسمبر 2019. ما هوش مشكلتها مع الصحافة، بالعكس تماما، أنه الصحافة اللي تخدم بكل موضوعية في الميدان هي تقدم لها خدمة من حيث لا تدري، لأنه التغطية في الأخير أنه إخفاء الحقيقة على الناس، على الجزائريين، والضغط على وسائل الإعلام مختلفة بأنه ما يصوروش مسيرات أو غيرها أو أي أحداث أخرى، هو يتسبب في حالة احتقان في الشارع الجزائري. وهذا ما كنت أشرت له في بداية الحصة، عندما نقول بأنه الشعب الجزائري عندما يشوف أنه يذكر شعارات مدنية مش عسكرية أو أي شعار آخر يذكرها في الحراك، ومساء ما يلقاهاش يلقى اللحمة الوطنية ويلقى أمور أخرى، بالعكس من ذلك يزيد الاحتقان من جهة، يعاود يكرر تلك الشعارات لكي يكون صوته مسموع، وأيضا تكون شعارات أكثر حدة، وتدفع هذا الأمر، هذا التصرف من طرف السلطة يدفع إلى العدامية في التوجه إلى خطوة أخرى. يعني الآن مازال ما كانش اعتراف بأنه كاين ناس يترفض هذا المسار السياسي، وهذا أمر خطير جدا لأنه يتسبب في احتقان. اعترف بلي كاين مشكل سياسي، واعترف بلي كاين شعب هاو ينادي بالتغيير الجذري للنظام، باش تكون هناك خطوة أخرى نحو تأسيس لدولة العدل والقانون. مراد بيتر، نعود نولي للجانب السياسي. الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون اليوم أعلنت رسميا على أنه حزبها ما راحش يشارك، راح يقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة، لأنه بالنسبة لها التغيير ما يجيش عن طريق الانتخابات التشريعية. حزبكم الأرسيدي يعني قبل أشهر أنا كنت استضفت يعني أعضاء من الحزب هنا، وهنا في راديو أم عملنا معكم عدة مرات. الحزب أنذاك قال أنه ضد تنظيم انتخابات تشريعية في الشروط وفي الظروف الحالية. هل أرسيدي اليوم الحق إلى الموقف الرسمي ديالو تجاه التشريعيات أم لم يقرر بعد؟ الأرسيدي متمسك في نظرته للتغيير، نحن متمسكون بأن التغيير يكون عبر مرحلة انتقالية، أين يكون مسار تأسيسي للتأسيس للديمقراطية، وهذا أمر مفروغ منه. الأرسيدي متمسك بهذا الموقف منذ بداية الثورة، قبل فيفري 2019 عندما ذهبنا إلى ما يعرف بمازافرون مع المعارضة، كنا ننادي بانتقال ديمقراطي للسلطة، ننادي بانتقال ديمقراطي سلمي. هذا الانتقال الديمقراطي يكون عبر مرحلة انتقالية أين سنضع مؤسسات ونؤسس للديمقراطية. أما مسألة الانتخابات، ربما يوم السبت لدينا المجلس الوطني للحزب، نحن حزب سياسي، أنا كمناضل سياسي تربيت داخل مؤسسات حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تربينا على احترام المؤسسات. نحن حزب يحترم مؤسساته ويحترم مناضليه، للمناضل الحق في التعبير عن رأيه، لعضو المجلس الوطني الحق، ولوائح والقانون الداخلي للحزب يسمح له ويعطي له كل الحق في اتخاذ قرار المشاركة من عدم المشاركة في أي استحقاق كان. إذن يوم السبت سيقرر المجلس الوطني، بعد يوم السبت نجي هنا ونعبر لك على موقف الحزب هنا حبيتي، ولا يجي مناظر آخر ولا قيادي آخر في الأرسيدي للتعبير عن موقفنا وسبب مواقفنا، ولكن الآن لا يمكن أن أتحدث ولا أحترم مؤسسات الحزب. إذن للمجلس الوطني الحق في اتخاذ القرار الذي يراه صائبا، وأنا واثق من مناضلي الحزب. الأرسيدي فيه خصوصية، هو أنه حزب مناضلين في الواقع يحتكون بالشعب،
يحتكون بالمؤسسات. عندما ترى رئيس بلدية تاع الأرسيدي ماشي رئيس بلدية اللي يلبس كوستيم تاع دوميمونش ما تلقاش فيها، هو رئيس بلدية في الشارع. عندما يكون نائب تاع الأرسيدي وعرفتهم لقيتهم في الحراك، هم نواب الأرسيدي في الشارع مع الشعب. قلنا في 2017 رايحين نشاركوا في الانتخابات لنجعل من البرلمان منبرا، لأن كل منابر أغلقت في وجهنا، كل الصحافة أغلقت في وجهنا، ما نقولش كل ولكن نتحدث عن الصحافة، الوسائل الإعلامية الثقيلة والجرائد، حتى الجرائد الحكومية والخاصة مغلوقة في أوجهنا منذ 2007 لم نظهر في التلفزة العمومية. إذن قلنا سنجعل من البرلمان منبرا، وجعلناه حقيقة منبرا، وقلنا ما يحسه الشعب في الشارع داخل قبة البرلمان. نحن حزب سياسي وفي لمبادئه وثابت في مواقفه. نبقى في هذا الجانب السياسي مراد بياتور، وانت كنت تكلمت على منطقة القبائل أثناء الحصة، يعني كانت هناك مقاطعة، يعني نسبة مقاطعة كبيرة في هذا المنطقة في الانتخابات، في الموعدين الانتخابيين اللي فاتوا. هذه المرة في حال ما إذا حزبكم الأرسيدي قطع الانتخابات، ربما حزب الأفافاس كذلك، يعني أذكر هذه الحزبين لأنه معروف أنهم هما اللي عندهم تواجد معتبر في المنطقة. تمت المقاطعة هذه المرة، وكيفاش راح يكون الأمر؟ يعني هل هذا ما يقدرش يكون مشكل كبير للسلطات الجزائرية وللجزائريين؟ يعني وما سياسة الهروب للأمام دائما تصطدم بالواقع. انتخابات 12 اصطدمت بواقع أن الشعب لم ينتخب، وخاصة في منطقة القبائل. المناطق الأخرى أيضا هناك مقاطعة واسعة، ولكن السلطة في المناطق الأخرى، الفرق بين منطقة القبائل والمناطق الأخرى أن في منطقة القبائل الفضاء العام هو ملك للشعب، الشعب استرجعه، لأن هناك العديد من الانتفاضات والعديد يديلوت، هناك نضالات سبقتنا، تراكم نضالي في منطقة القبائل جعل من الشعب يسترجع الفضاء العام، والشعب يعرف حقوقه وبكل سلمية. لم نشاهد أعمال عنف، رغم أن هناك سلطة حاولت جر العنف في انتخابات 12، هناك محاولة للسلطة إلى جر منطقة القبائل إلى العنف، ولكن الشعب تصدى لها بالمرصد، لأنه هناك تراكم نضالات يجعل هناك إكسبرينس، هناك تجربة في منطقة القبائل جعلها الفضاء العام لملك للشعب. ولكن في المناطق الأخرى ما زالت السلطة تستعمل الفرص، تستعمل كل الوسائل لقمع كل الأصوات المعارضة، وتستعمل القمع واستعمال وسائل الأمن واستعمال الإدارة واستعمال كل الأشياء من أجل ربما من أجل القضاء على هذا الأمل، لأن هناك أمل ولد في الجزائر. الإنسان، اسمحي لي فقط هذه الفكرة أكمل، الإنسان يعيش في الحياة بالأمل. عندما أنا نشفى كي نكون مريض بالحمى تقول لي ما ترقدش، لازم تنوض، ما تخليش الحمى تغلب عليك، لازم تنوض وتروح تخدم وتروح تجري وتروح باش تغلب عليها. إذن الأمل للمقاومة. إذن في السياسة نفس الشيء، الأمل هو الذي يجعل المناضل أو يجعل الشعب الأمل في الوصول إلى الديمقراطية، الأمل الوصول إلى الجمهورية، هو الذي يجعلنا نواصل النضال في الميدان من أجل بلوغ أهدافنا. كانت هذه من جهة الطبقة السياسية. مصطفى بسطامي، أنت كيفاش لاحظت تفاعل الحراكيين في الجمعة 108 بعد يعني الإعلان عن استدعاء الهيئة الناخبة؟ طبعا بالنسبة نعم بالنسبة للجمعة الماضية، لأنه استدعاء كان الإعلان عنه في الأسبوع الماضي. طبعا قبل ذلك يعني هناك خلط بين، هناك كثير يقولوا بلي هاد المظاهرين اليوم يخرجوا في الشارع ما همش يحبوا الانتخابات، وما همش يحبوا آلية الوحيدة اللي تمكنهم بأنهم تمكن الانتقال السلس للسلطة، وهذا غير صحيح، لأنه جميع المتظاهرين جميع المواطنين على بالهم باللي عاجلا ما اجلنا حتكون هناك انتخابات من اجل اختيار الرئيس او التشريعيات او البلديات او اي مؤسسه او رئيس.
بالنسبة للظاهرين كان هناك الشعار اللي عاود ولا وهو ما كاش انتخابات مع العصابات، وهو يعني شعار يلخص من أربع كلمات يلخص كل شيء، يلخص أنه المشكلة الجزائريين ما هوش مع الانتخابات كآلية، ولكن راهو مع الناس اللي حتأطر هذه الانتخابات واللي حتنظم هذه الانتخابات واللي حتشارك لهذه الانتخابات واللي مسموح لها أو فتح لها المجال المشاركة في هذه الانتخابات، لأنه حراك بداية الحراك في 22 فيفري 2019 كان هو رفض للسلطة، ولكن أيضا رفض لممثليه، يعني هناك رفض واسع للإعلام، أيضا كان هناك رفض واسع للسلطة وللناس اللي أثروا وتقدم في الانتخابات، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نتحدث عن تغيير ونتحدث عن انتخابات أخرى في نظر، طبعا أنا أتحدث من منبر صحفي بما يتحدث به الشارع في حراكه الشعبي، من لا يمكن دون تغيير جذري للنظام، وبطبيعة الحال النظام ما هو هو أشخاص اللي محسوبين على النظام بوتفليقة اللي مازالوا في الحكم. يعني يقول لك الجزائري المتظاهر يقول لك أنا ما نقدرش إذا خرجت للشارع في 22 فيفري 2019 ما نقدرش ضد تلك الانتخابات بين قوسين، يعني ضد الأشخاص اللي نظموا الانتخابات، ما نقدرش الآن نروح الانتخابات بنفس الأشخاص، يعني بنفس النظام لم يتغير المسؤولين، يعني هذا يكون كأنه عبث. ولهذا يعني يجب توضيح أنه المتظاهرين ما همش يحوسوا على إسقاط آلية الانتخابات أو الذهاب أو تعيين رئيس أو تعيين أحزاب أو تعيين أي شيء أو برلمان، لا، بطبيعة الحال هما متقنين بأن الانتخابات هي آلية واجبة، ولكن لا تكون بنفس الأشخاص وبنفس الآليات وبنفس القانون. شكرا لك الصحفي والكاتب مصطفى بسطامي، شكرا على قبول الدعوة، شكرا لتجاوبك معنا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة في 5 على 5 في راديو أم، وأنا نذكر ونقول بأنه احنا كصحفيين ما ناش خصم لأي أحد، احنا بالعكس من ذلك، احنا ربما مهمين جدا، مهمة الصحافة المستقلة والصحافة الحرة لتكون للتأسيس لدولة الحق والقانون، وإحنا حنكملوا على كل حال نخدموا خدمتنا بكل استقلالية وشفافية مهما يكون. نعم، شكرا لك مصطفى بسطامي، مراد بيتو القيادي في حزب الأرسيدي، شكرا لك، شكرا للتجاوب، شكرا لقبول الدعوة. شكرا على الاستضافة. سنواصل النضال من أجل جزائر حرة ديمقراطية، ومن أجل جزائر تكون فيها دولة الحق والقانون. شكرا، شكرا لك. وكان من المفروض يكون معنا المناضل هشام خياط، المنسق الوطني لتجمع الشباب من أجل الجزائر، ولكن للأسف الطرقات مغلقة نحو الجزائر العاصمة، والمناضل هشام خياط يسكن يعني في ضواحي العاصمة، ما قدرش يلتحق بنا، نستضيفه في أعداد أخرى، نتمنى أنه يكون معنا في أعداد أخرى. شكرا لكم متتابعي راديو أم، موعدنا الاثنين المقبل على 5:00، إلى اللقاء. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.